للأسف هي ديت مشكلة خسارة النهائيات. ماتش النهائي بالذات لما بتوصل له وتخسر يعني بتعمل لك مشكلة وبتعمل لك أزمة وبتتضايق وبتتخنق، لأن أنت خلاص كنت على بعد يعني خطوات زي ما بيقولوا من التتويج. منتخبنا عمل عليه، منتخبنا رجالة، رجالة تستحق الإشادة بصراحة يعني، لأن الرجالة ديت أول مرة تلعب مع بعض، أول مرة 15 لعيب من التشكيلة يتواجدوا في بطولة أمم أفريقية. فالمنتخب لا عملوا اللي عليهم وزيادة بصراحة، وأنا واحد من الناس ما كنتش أتوقع وصولهم لماتش النهائي. طمعونا، أه طمعونا، طمعونا في البطولة، أه طمعونا، كمان كان طمعونا في الماتش، على الرغم إن إحنا كنا وحشين واقعين بدنيا، فرقة اللي لعبت 4 ماتشات متتالية 120 دقيقة وكنا خلاص بننهار، لكن طمعنا لما وصلنا للبينالتيز، خاصة إن إحنا كسبنا ماتشين بضربات الجزاء، ماتش كوتيفوار وماتش الكاميرون، وكان عندنا شوية أمل كده هوت. لكن مع ضياع كرة عبد المنعم وبعد كده رجع أبو جبل صد. وهنا أول ملاحظة، أول ملاحظة من ال5 ملاحظات اللي هنتكلم فيهم النهاردة، وأنا مش طول عليكم عامة يعني. أول ملاحظة، كان صلاح لازم، صلاح لازم يسدد الكرة الرابعة مش الخامسة، وكان لازم يحصل التغيير ده، لأن من الواضح إن الدنيا مش ماشية معاك، ومن الواضح إن أنت لازم تخش. على فكرة صلاح ممكن يضيع، لكن خلينا نقول إن يعني كان الأفضل إن أنت تبقى حاطط لعيب ضمنه شوية في الكرة الرابعة. وطبعا هنا هيدخل شوية طبعا ناس تقول لك طب افرض الكرة الرابعة جت، طب مين كان هيشوط الخامسة؟ هي هي، لا مش هي هي، لأن وجود إن أنت تدخل الكرة الرابعة بالذات ديت كانت الكرة مهمة جدا، خاصة إن إحنا مضيعين واحدة وهم بعد كده هو ضيعوا، فأنت لو ضيعت التانية هم هيكسبوا يعني، خلاص كان الموضوع صعب شوية. فكان لازم نضمن بكرة صلاح وخلاص يعني، دي الأخطاء اللي بنتعلم منها. أتمنى إن إحنا نكون بنتعلم من أخطائنا. فدي كانت أول ملاحظة، كنت أتمنى صلاح يشوط الرابعة مش الخامسة. وعندي بعض الملاحظات برضو على ضربات الجزاء، هو فين تريزيجيه؟ فين النني؟ فين اللعيبة اللي هي بتلعب سنين في المنتخب وعندها ثقة؟ فين اللعيبة دي؟ ليه اللعيبة دي ما بتشوطش؟ ليه اللعيبة دي مستخبية ورا عيال صغيرة؟ يعني علامات استفهام بصراحة مستغربها. لكن عامة الملاحظة التانية اللي كانت في الماتش هي ملاحظة البينالتي اللي صده أبو جبل في الماتش من ساديو ماني، وكلنا لاحظنا ان صلاح راح اتكلم مع ابو جبل وقال له ان ماني هيشوط دايما في الزاويه ديت، هيشوط على يمينك زي ما هو برضو شاطها في الاخر على يمينه، فماني متعود ان هي دي قوته وهي دي طريقته، على الرغم ان ماني حاول يهوش ابو جبل وقال انا هشوط ناحيه اللي هو على شمالك يعني الناحيه التانيه، لكن ابو جبل صدها ورجعنا في الماتش. رجعنا في الماتش، لكن رجعنا منظر، رجعنا صورة، احنا ما كناش قادرين نقف على رجلينا. خط الظهر وحراسة المرمى عندنا هم اقوى خطوط المنتخب المصري وعملوا اللي عليهم وزيادة. خط النص يعني كان بيجيب جاز، وهو يعني العيال بصراحة عملوا اللي عليهم وزيادة. سولاي خرج طبعا ونزل تريزيجيه، ده انا دافع شوية وروح شوية في نص الملعب، وكان اداء او شكل المنتخب افضل شوية. لكن خلينا نقول ان منتخب السنغال كان هو الاحسن، منتخب السنغال هو اللي كان يستحق ان هو يفوز. ولكن خلينا نبص الايجابيات بتاعه البطوله. ايجابيات البطوله وديت الملاحظه الثالثه اللي انا هروح لها، احنا بقى عندنا يا جماعه مدافع تاني جنب حجازي والونش اسمه محمد عبد المنعم، وبالمناسبه هو تم اختياره في التشكيل الاساسي لافضل لعيبه او التشكيل الاساسي للبطوله. هو موجود في ال11، ال11 كان موجود فيهم 3 من منتخب مصر، محمد عبد المنعم ومحمد صلاح ومحمد النني، وفي الاحتياطي كان عندنا 2 الونش وفتوح. ابو جبل ما كانش في الاساسي والاحتياطي، ودي عندي بصراحه علامه استفهام ازاي يعني، وحاطين اونانا جون احتياطي الجون بتاع الكاميرون، وحاطين مندي جون بتاع السنغال هو الجون الاساسي، وابو جبل مش محطوط، فدي علامه استفهام كبيره جدا جدا جدا. الملاحظه الرابعه وهي بتخص كارلوس كيروش وعدم وجوده على الخط، انا شايفها من الحاجات السلبيه اللي اثرت علينا، لان وجوده على الخط انا احب المدرب اللي عنده روح، احب المدرب اللي واقف كده على الخط حاطط ايديه على كل حاجه، يقعد يتكلم ويشاور ويعمل كان يعني وقفته على الخط بصراحه كانت مديه فاليو لمنتخب مصر، فقعدته في المدرجات من الحاجات اللي اثرت. واتمنى ان يتشال الايقاف بتاع الماتش اللي جاي مع السنغال في تصفيات كاس العالم، اتمنى ان الاتحاد المصري ينجح ان هو يشيل الايقاف دوت، لان وقفه كيروش على الخط كانت مهمه جدا 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 لينا. الناس اللي بتنتقد كيروش يعني على عيني وعلى راسي حضرتك ان انت تنتقده، بس هي فين القماشه بتاعتك؟ فين اللعيبه؟
يعني انت بتتكلم على منتخب مصر اللي هو من ايام حسن شحاته ولا ايه؟ بص على اللعيبه اللي معاك، بص على القماشه اللي معاك قبل ما تنتقد كارلوس كيروش. الراجل دوت عمل من الفسيخ شربات. هتقول لي يا عم ازاي ده احنا منتخب مصر؟ اه منتخب مصر وكل حاجه، بس التشكيله دي عمرها ما كانت بتلعب مع بعض. لسه التشكيله دي لسه يعني اللعيبه بتتعود على بعض، بتطبق على بعض. بقى عندك لعيب اسمه عمر كمال عبد الواحد، بقى عندك محمد عبد المنعم، بقى عندك احمد فتوح، بقى عندك مهند لاشين على فكره كويس جدا 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 ويعني مستقبله كويس، بقى عندك امام عاشور. وديت الملاحظه الخامسه اللي انا هتكلم عليها، الملاحظه الخامسه وهي امام عاشور. امام عاشور اللي نجح ان هو يلعب ماتش اكتر من هايل على مين؟ على ساديو ماني. امام عاشور بصراحه كان واقف على رجليه، ودي ميزه تحسب له، لعيب لسه صغير في السن، لكن هو يبقى واقف على رجليه بيلعب قدام واحد من احسن لعيبه العالم، هو محمد عبد المنعم. الاثنين كانوا واقفين على ساديو ماني بشكل كويس، والاثنين عملوا عليه ماتش اكتر من هايل. وهي ديت المميزات اللي احنا بنتكلم عليها، ان انت بقى عندك لعيبه زي عمر كمال عبد الواحد، زي امام عاشور، زي محمد عبد المنعم، زي احمد فتوح، زي مهند لاشين، زي عمر مرموش اللي الناس بتنتقده، وانا واحد من الناس بنتقده ان كان مردوده في البطوله كان ضعيف جدا، ولازم نوجد حل الموضوع ده. يعني ان شاء الله في ماتشين التصفيات اكيد تريزيجيه يكون رجع لمستواه وياخد الحته ديت، لان اداء مرموش بصراحه ما عجبنيش طول البطوله. ولكن بقى عندك يعني خلينا نقول فرده تتسند عليها، يعني عندك زيزو، عندك مصطفى محمد اللي انا شايف ان هي ادواره الهجوميه اقل بكثير، واخد ادوار دفاعيه اكثر بكثير، ودي من السلبيات اللي احنا محتاجين نشتغل عليها. يعني مصطفى محمد هو فيرود وسترايكر، عايزين نديله الكره لقدام. مشكله الطريقه اللي بيلعب بيها كارلوس كيروش ان هي ما فيهاش صانع العاب، فالمشكله في الطريقه ديت انه ما فيش حد بيلعب صلاح، مفيش حد بيلعب مصطفى محمد، مفيش حد بيلعب الرقم 3 في الهجوم، يعني اللي هو سواء مرموش او تريزيجيه او وات ايفر، يعني مفيش حد بيلعب اللعيبه دي. فاللعيبه دي مشكلتها ان هي بتنزل تستلم وبتحاول تطلع بالكره من تحت لقدام، فمجهودهم بيروح وبيحصل مشكله كبيره جدا في النقله من نص الملعب للهجوم. فدي مشكله مع لعيبه منتخب مصر، خاصه في ستايل اللعب بتاعنا احنا كلاعيبه منتخب مصر. يعني صلاح مش من اللعيبه اللي متعوده ان هو ينزل يعتمد على نفسه ياخد الكره من نص الملعب ويروح، لا مش دي الطريقه. هو صلاح دايما لازم الكره تتحط له في مساحه عشان يبين قوته، لان طبعا كلنا عارفين ان الستارت اب بتاع صلاح لما بيستلم الكره سواء بقى هيرقص سواء هيشوط سواء هياخد بسرعته هياخد على يمينه هياخد على شماله، بس حط له الكره في مساحه، دي ميزه صلاح. فانت بتفتكر صلاح في الميزه ديت، وكل الفرق لو انتوا تلاحظوا اللي احنا بنلعبها كانت بتقفل على صلاح باثنين وبثلاثه، فصلاح مش عارف يفلفص منهم. مصطفى محمد واخد ادوار دفاعيه محدش بيوصل له الكوره، فالراجل بينزل عشان يستلم فمجهوده كله رايح، وهكذا مرموش او تريزيجيه وهكذا. فالموضوع صعب شويه، فكره ان احنا نلعب بطريقه بدون صانع لاعب مع لعيبه منتخب مصر لا، محتاجه تدريب كويس قوي. ويمكن ديت من الحاجات اللي بقت خلاص واضحه ولازم نبتدي نشتغل عليها عشان ماتش السنغال. خليني اقول دايما ان الكوره بتدي للناس فرص تانية، وربنا ادانا فرصه تانية قدام السنغال عشان نعوض، والتعويض المره دي هو اكبر بكتير جدا يا جماعه من كاس امم افريقيا. صدقوني التاهل لكاس العالم هو اهم واكبر بكتير جدا 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 من كاس امم افريقيا. اوريدي معانا 7 بطولات، اوريدي معانا جيل كويس جدا. البطوله الجايه على فكره مش بعيده، هي كمان سنه، فهي في 2023، فالبطوله مش بعيده. ولكن خلينا نقول ان دي كانت بدايه كويسه لمنتخب مصر، اول تجميعه مهمه للشكل دوت، وبقى لينا شكل وروح. انا واحد من الناس اللي اتمنى ان كارلوس كيروش يكمل مع منتخب مصر. هتقول لي يا عم افرض ما تأهلناش لكاس العالم، واضح وممكن ومتوقع وكل حاجه، لكن انا بحب فكره المشروع. مفيش فكره ان انت تقعد كل شويه تغير لي مدرب، يعني دي ملهاش اي 30 لازمه، مش هتضيف لي. انا احب فكره المشروع، حطني على مشروع كويس وحطني على الطريق بشكل كويس عشان نبتدي نبني قاعده. كارلوس كيروش يعني حلوه وطلع لنا لعيبه حلوه، وبص على اي لعيب بينزل في ارض الملعب هو واقف على رجليه، ودوت يثبت لك ان الراجل دوت مأهل الناس نفسيا، مأهلهم بدنيا بشكل كويس عشان يفضل معاك القايمه كلها لحد اخر البطوله بالشكل دوت، فالراجل ده يحسب له. فخلينا برضو ما نشيلش حق الراجل في تجهيز الفرقه. كان في احسن؟ اه كان في احسن. كان في اخطاء؟ اه كان في اخطاء، لكن هنقدر ان احنا نتداركها ان شاء الله. لكن الحمد لله بقى عندنا لعيبه وعندنا البدائل بتاعتها. البطوله دي احنا تعبنا فيها جدا
إصابة حارس مرمى الأساسي ويدخل الحارس الاحتياطي ويدخل الحارس الثالث، قلبين الدفاع بتوعه بيتصابوا، الباك اليمين بيتصاب والاحتياطي بتاعه بيتوقف، وهكذا إصابات 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 ووقف. فالموضوع كان صعب علينا في البطولة صعبة، ولكن إن شاء الله اللي جاي أحسن. كان معاكم مصطفى محسن، أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، ولو عجبتكم ادونا لايك دلوقتي الفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيهات. أشوفكم في حلقة جديدة، وإن شاء الله نتأهل لكأس العالم. سلام.